هنروح للخبر اللي بعد كده، يمكن الاهلي طبعا. طيب خلينا، لا خلينا احنا في بطوله المنطقه القاهره لشباب كره السله. زي ما قلت لحضراتكم ياسر ابو فتوح مع مجموعه كويسه، نرجع تاني لان احنا الحقيقه كاميرا الابطال كانت مع الفريق وسجلت التقييد ده. خلينا نشوف التقييد وارجع لحضراتكم تاني. والله الرقم كبير يعني، تقريبا دي السبعه او الثامنه للنادي مع الفرقه ديت، مع فرقه قبل كده الحمد لله يعني، ربنا كان موفقهم والولاد كانوا كويسين وادوا اللي عليهم كويس. مرحله 18 سنه عندي لعيبه بتطلع للدرجه الاولى من المرحله ديت، عندي اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه بيطلعوا يتمرنوا، ثلاث لعيبه بيتمرنوا مع الدرجه الاولى. لعيبه بروميسنج للنادي الاهلي للدرجه الاولى. لعيبه عندي لعيبه في منتخب مصر كانوا في البطوله الافريقيه الاخيره ديت اللي اتعملت في مصر. دي بطوله مهمه للولاد في المرحله ديت على اساس ان هم العيون بتبقى اكتر عليهم في الفتره ديت. بطوله صعبه استعدنا لها كويس. كابتن ياسر كان مدربنا كويس في الاول عشان البطوله كانت صعبه واحنا كانت كورونا وكان الوقت ضيق. بس الحمد لله يعني ان احنا اخذناها الحمد لله. هو كان اكيد الفاينل بس ما كانش فيه ماتش صعب قوي يعني، هو كان كله زي بعض واحنا كنا في كل ماتش بننزل بنفس الريتم وكنا الحمد لله يعني كان بنكسب كله. طبعا البطوله كانت سهله خالص، كان لازم نعمل مجهود كتير ولازم نتدرب كتير، بس ربنا وفقنا في الاخر وخدنا البطوله ان شاء الله بكل سهوله يعني. الماتشات كان في الفاينلز في الاخر كان لعبنا كويس جدا يعني. هو ما كانش مدرب بس يعني، هو كان اب وكان صاحبنا وكان يعني كان كل حاجه، وكان بينصحنا برضه وبيمرن كل واحد كويس ويتكلم معانا كده، مش واخدنا كمدرب بس يعني، كانت علاقه حلوه بيننا وبينه كان بقى بيشجعنا ويلمنا بقى كده كلنا، واللي هو يشجعنا يدخلنا بقى في ماتش في مود الماتش وكده، ويجمعنا بقى كلنا مع بعض ويقعد يتكلم معانا وكده.